اللقب الوحيد في أول نسخة. مرت السنوات، 21 سنة وبقت البطولة مستعصية على الزعيم. هذا النهائي الرابع للبطولة الآسيوية والأخير للنسخة الحالية. هل ضاع الحلم؟ العيناوي سيد آسيا، العيناوي سيد آسيا، يأتي بكرة في المكان السليم، هي سدد جول جول، وبالتالي تعادل الفريق الكوري. ضربة جزاء، الفريق الكوري يسجل، يسجل الهدف الثاني ويتقدم الآن بهدفين لهدف واحد. الحلم الآسيوي ما انتهى في ملعبنا وبين جماهيرنا. ليلة 25 بإذن الله تكون ليلة عيناوية. قبل 8 ساعات من النهائي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وياكم سامي السويدي. فلوق اياب نهائي دوري ابطال اسيا بين العين الاماراتي ويوكوهاما مارينوس الياباني. انتهت نتيجه الذهاب بفوز يوكوهاما 2-1 عن احتمالات تتويج الفريقين. العين اذا بادر في التسجيل بالذات في الشوط الاول اتوقع بتكون بطوله عيناويه. وإذا انتهى الشوط الأول بالتعادل أو إذا تقدم فريق يوكوهاما أتوقع البطولة يابانية. هذه كلها مجرد توقعات. بالتوفيق إن شاء الله للعين وفان الكاس والنجمة الثانية على الشعار.
مبروكين العناوية، تستاهلون الناموس. البطولة كانت مستعصية على العين، ولكن الحمد لله توجنا أول نسخة وآخر نسخة. 21 سنة من الانتظار، والحمد لله توجنا بالبطولة والنجمة الثانية على الشعار. الحمد لله هذا بفضل الله، ومن ثم بفضل رؤية واستراتيجية والدنا الشيخ محمد بن زايد نهيان. بدأت الاستراتيجية في عام 97، وقتها كان الرئيس الشيخ محمد بن زايد نهيان. تغيرت الطموحات من كانت محلية إلى قارية وعالمية. فمبروك لوالدنا الشيخ محمد بن زايد نهيان، الشيخ هزاع بن زايد، الشيخ سلطان بن حمدان، ونبض الأمة الشيخ عبد الله بن محمد. مبروك لشيوخنا، مبروك للإمارات، إنجاز آسيوي. مبروك للأمة العينوية. الحمد لله كان مشوارنا صعب، وهالبطولة اعتبرها الأصعب للعين في مشاركاته للبطولة الآسيوية. طلعنا فرق منافسة، فرق مرشحة، والحمد لله توجنا بالبطولة الآسيوية. بتكون في فيديوهات بتكلم عن البطولات اللي راح يشاركها العين في الموسم الجاي. راح نشارك دوري أبطال آسيا النخبة، كأس العالم للأندية، وكأس القارات للأندية. مبروك للعين، وهارد لك ليوكوهاما مارينوس. السنة الجاية كوامي وإرك راح يشاركون كلاعبين مواطنين، جوناتاس، ففريقنا بيكون أفضل، سكوادنا بيكون أفضل إن شاء الله بلاعبين أجانب على مستوى. فالقادم إن شاء الله أفضل للعين. مبروكين مرة ثانية. ما ننسى أن نشكر المدربين واللاعبين السابقين. نبدأ بتتويجنا بالثنائية. لو ما أخذنا الدوري كان ما شاركنا في البطولة الآسيوية. شكرا للمدرب سيرجي ربروف، شكرا للاعبين اللي كانوا متواجدين مع المدرب سيرجي ربروف، شكرا للمدرب شرودر، صعدنا من دور المجموعات، شكرا للمدرب كريسبو، الحمد لله توجنا بالبطولة. شكرا للاعبين، تستاهلون الناموس. مبروك للأمة العيناوية، الحمد لله البطولة الثانية بعد إخفاقات، وكانت البطولة مستعصية على العين، والحمد لله توجنا بالبطولة الثانية والأخيرة لهذه النسخة. الحمد لله على كل حال، والقادم أفضل بإذن الله. العين كان الفصل الأول والأخير لهذه القصة الأسطورية، قصة بتبقى خالدة في الأذهان لكل عاشق ومتيم لهذا الكيان. أنت البدايات ومسك الختام. واحد وعشرين سنة ويا له من مشوار. حقق الزعيم بطولتين ونجمتين على الشعار، وللحكاية بقية. فهد يسدد، هيا العيناوي سيد آسيا، تنصموا اصاب جول. What the fuck عموري، ام كيو عموري، عموري ميسي الخبير.